السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله، ولا تنسوا كذلك الضغط على الجرس وتفعيله لتستمتعوا بكل فيديوهاتنا. من هو الصحابي الذي ذكر الله اسمه ونسبه في الملأ الاعلى؟ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدر عظيم، ولبعضهم قدر أعظم، حيث اختصهم الله سبحانه وتعالى بمزيد فضله، فكانت لهم مزية عن غيرهم من الصحابة. ومن هؤلاء الصحابة صحابي جليل كريم من الأنصار، أسلم وشهد بيعة العقبة الثانية مع 70 من الأنصار، وكان هذا الصحابي ممن يحسنون الكتابة من العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وكانوا معدودين، فاختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون كاتبه الأول للوحي، وهو الذي جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرضه عليها. إنه الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه. ومن فضائله وخصائصه أن اسمه ونسبه ذكر في الملأ الأعلى، وقصة ذلك رواها الإمام البخاري في صحيحه بسند عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. في رواية للطبراني من وجه آخر عن أبي بن كعب قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. قال الإمام القرطبي تعليقا على هذا الحديث: تعجب أبي من ذلك، لأن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشريف عظيم، فلذلك بكى إما فرحا وإما خشوعا. قال أبو عبيد: المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها، وليكون عرض القرآن سنة، وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآن، وليس المراد أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض. وأبي بن كعب من الصحابة الأربعة الذين أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يؤخذ منهم القرآن، فقد ذكر الإمام ابن حجر في شرح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجل أبيا ويتأدب معه ويتحاكم إليها، وقد روي عن عمر بن الخطاب قوله: أقضانا علي وأقرأنا أبي، وإنا لندع من قراءة أبي، وهو يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ كما روي في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي أنه طلب رجل حاجة إلى عمر، وإلى جنبه رجل أبيض الثياب والشعر، فقال الشيخ: إن الدنيا فيها بلاغنا وزادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. فسأل الرجل: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. وحين خطب عمر بالجابية قال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيدا، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذا، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني خازنا وقاسما. وقد اختلف في سنة وفاته رضي الله عنه، فقيل: توفي في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه سنة 19، وقيل سنة 20، وقيل سنة 22، وقيل إنه مات في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 32. قال في المستدرك: وهذا أثبت الأقاويل، لأن عثمان أمره بأن يجمع القرآن في مصحف واحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الحبيب، لا تنسى أن تنشرها لأصدقائك لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو، وأرجو ألا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة. خليني اشارك في قراءة دي كلها من البيت يا جوارية؟ مش عارفه انت رحت البيت تعملوا ايه بالظبط؟ لا ده دي لسه دلوقتي اللي ورا الحمام. ده معايا على امي خاصه. مفيش مناديل يا عبد الرحمن. اهي مدينه خياتها وبعدين البادج برضه ما بيفرقش. بص اقفل المدرسه بالراحه كده. طول عمرك الناس بتقيمك بمركه اللبس اللي لابسه وبيتقال عليه شيك او ديفا، واللي يفرز بقى لما يضحكوا عليكي من لبسك اذا كنت محترمه ولا.
100 مره انا ما بحبش الاسترتش ده. بيبقى كل تفاصيل سلام. مش معنى يعني الاسترتش ده ما ده اللي كانت كاملي يا نفس زيه وما قلتلهاش عليه اي حاجه بالعكس ده انت قعدت تمشحشها كده الامر بتاع زمان بقى. بص المنظر ده كمالية ما تخصنيش ايش حضرتك وانا بغير عليك زمان كمالية كانت لابسه تيشيرت فوق الاسترتش تيشيرت يا هان مش باضي سلام. فاهم يعني الباضي هيقول الاسترتش لا. بص يا هاني لازم تفهم حاجه كويس قوي. انا الراجل ها انا الراجل حط 100 خط تحت الكلمه دي وعارف الرجاله بتفكر ازاي كويس قوي. الست اللي بتلبس يعني انت حاطط مكياج اكتر من فوق وتحت يعني لما اخذ بتدي اشاره يعني تستعرض. والله ما انت بتكلم في التلفزيون بدي اشاره وبستعرض طبعا مش اشاره واحده ايوه انت حتى بكلمه حتى لميه اكتر من الاشارات اللي في سليمان باشا.